مرحب بكل حد جاء من بكرة. نعم لما كل الناس تيجي نرحب بكل بقى الناس اللي جات من في بلاد كمان أخرى وفي محافظات. كم حد ما حضرش مؤتمر اللاهوت بتاع السنة اللي فاتت؟ يرفع إيده. يا رب يسوع، يا رب يسوع، يا رب يسوع. ليه كده؟ ربنا يسامحكم. باسم يسوع. طيب انتوا معاكوا الملزمه بكره تتوزع دلوقتي؟ طب بليز ممكن تتوزع دلوقتي بليز. انا افتكرت انتوا خدتوها وانتوا داخلين، علشان يعني ياريت تاخدوا بالعدد او ما تاخدوش لحد، عشان اوكي عشان في ناس جايه بكره كمان، فممكن تاخدوا بالعدد وما تاخدوش لحد. المؤتمر ده مختلف عن كل المؤتمرات. كم حد طب اول مره يحضر مؤتمر معانا؟ لا طب نروح بقى، نادر كمل انت المؤتمر، حرام عليكم. مش قصه، مش كده قصه، مش كده القصه. انه المؤتمر ده بيبقى ليه شكل خاص مختلف عن كل المؤتمرات اللي احنا بنعملها. انا ده مؤتمر دراسي، وعدنا ننبه ده مؤتمر دراسي، مؤتمر دراسي، مؤتمر دراسي. ده مؤتمر دراسي، فهو مش مؤتمر تشجيعي، ما هوش مؤتمر بنقعد نكتب فيه، مؤتمر حيبقى في ايدك ملزمة، مؤتمر البعد النبوي فيه قليل، وضع اليد فيه قليل او مش موجود خالص 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 تقريبا. ده عدنا ننبه كل التنبيهات دي. فهو مؤتمر دراسي، انا بحط بس المبادئ الاساسية، ومؤتمر دراسي، مؤتمر كتابة، مؤتمر انجيل في ايدك، مش بس بيبقى على الشاشة، انجيل وقلم وكتابة ودراسة. انا اوكي مثال التوزيع بطيء قوي 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 قوي، محتاجين حد كمان غير اللي بيوزعه، اللي بيوزعه وكان طبعا يعني لو معاكم أناجيل طب افتحوا رسالة كلوسي، كلوسي اتنين. نعم 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 نعم. كلوسي اتنين من عدد 8. كلوسي اتنين من عدد 8. فأذكركم مرة تانية، هذا المؤتمر البعد النبوي فيه قليل، البعد التشجيعي فيه هو التعليم مشجع عامة، لكن البعد التشجيعي أو النبوي والبعد إطلاق المسحات والإرسالية هو بعد يميل للتعليم اللاهوتي. فده مؤتمر لاهوتي، مؤتمر دراسي، مؤتمر بيستف الأمور جوانا أو بيحط أساسيات تعمل نقلة. حكي طالما كده، أنا كنت حاطط عناوين المفروض أنها خلصت بس في الملزمة اللي في إيدك، فإحنا في زي ما أنت شايف حتى اسم الاجتماعات محاضرات، فالاجتماعات عبارة عن محاضرات مش اجتماعات. فأنت هتضطر يبقى معاك قلم، لأن الورق اللي معاك ملهاش أي معنى إلا لو كتبت فيها ورسمت فيها. بكرة هيبقى فيه رسومات، فأنت اللي هترسم، فانت هترسم وهتكتب وهتلعب كل حاجه في الورقه اللي معاك دي. فارجو ان يكون معاك قلم، ولو مش معاك قلم انغز اللي جنبك قول له معاك قلم زياده. معهوش قلم زياده؟ مش عاملين حسابنا. ممم
أنا بزوم. نعم 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 ليا. في أزمنة سابقة كان الكلام اللي بيتقال أو الكلام اللي حيتقال أو الكلام اللي بيتقال في هذه الخدمة كان بيتقال في الغرف المغلقة، بس الزمن اتغير لأن الرب عايز، وكان تحت شعار أنه ما ينفعش يتقال كل حاجة لكل حد. تحت هذا الشعار كان بيتقال الكلام اللاهوتي في غرف مغلقة، إيماني أن ده مش مظبوط، وإيماني أنه الكلمة يجب أن تكون للكل حتى الأمور العميقة. فده السبب اللي خلينا نعمل مؤتمر لاهوتي كل سبتمبر، بس ده بيستلزم من كل حد موجود أنه يغير رؤيته أو يغير طريقة تفكيره هو بيحضر اجتماعات إيه. اجتماعاتنا سبت واثنين واربع، لو اي حد من اللي قالوا احنا ما كناش عاملين حسابنا بيسمع السبت والاثنين والاربع هيعرف ان احنا نبهنا على كده. لكن الاجتماعات العامة اجتماعات، لكن اجتماعات الدراسية او اللاهوتية اجتماعات مختلفة للكل، بس هي دراسية. فمرة تاني كلوس اثنين من عدد ثمانية مكتوب كده: انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح، فإن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وأنتم مملوئين فيه، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. لو أنت كتبت الشاهد ده في الورقة، الشاهد ده بيعمل مقارنة أو بيعمل فرق أو بيعمل صراع ما بين حاجتين، ما بين فلسفة وتقليد في جهة، وما بين ملء اللاهوت جسديا اللي هو يسوع. محور اللاهوت هو يسوع الذي هو ملء اللاهوت جسديا. يسوع مش فلسفة وتقليد ناس، يسوع هو ملء اللاهوت. لو نقول ان ده مؤتمر لاهوتي، ودي الحقيقة بتاعت هذا المؤتمر، ده مؤتمر لاهوتي، هو المستوى نمرة اتنين بعد اللاهوت بتاع سبتمبر اللي فات، لاهوت النعمة والملكوت. فالكل رفعوا أيديهم وقالوا احنا ما حضرناش سبتمبر اللي فات، عليهم واجب انهم لما يروحوا يرجعوا لمؤتمر لاهوت الملكوت ويسمعوه كله، لأن دي ستيب تو، الخطوة نمرة اتنين. فاللاهوت في مقارنة ما بين حاجتين، هنا بولس الرسول بيقارن ما بين الفلسفة وتقاليد الناس، وعلى الجانب الآخر ملء اللاهوت جسديا اللي هو يسوع. فممكن تسمع أمور مسيحية تملاك بفلسفة وتقاليد ناس، أو ممكن اللاهوت يبقى مرتكز بتاعك. تقولي إيه أهمية اللاهوت بالنسبة لك؟ هقول لك حالا، بس خليني أقول لك، ممكن اللاهوت بتاعك يبقى مرتكز على شخص. اللاهوت مش مواضيع دراسية، اللاهوت شخص يسوع المسيح. يعني ده إحدى تعريف كلمة اللاهوت. فلو أنت في عنوان اسمه تعريفات وفروقات، اكتب كده عنوان تعريف كلمة لاهوت: لاهوت هو شخص يسوع المسيح. اللاهوت هو كل الأمور المختصة بالله. جاي تكتب كل الأمور المختصة بالله، بس اللاهوت محوره هو شخص يسوع المسيح. اللاهوت هو الأمور الخاصة بالإلهيات. إيه أهمية اللاهوت بالنسبة لك؟ يمكن حنط، أنا بنط علشان بس يعني عايز ألضم كل حد موجود والأول مرة يعرف المؤتمر ده لاهوتي.
ايه اهميه اللاهوت بالنسبه لك؟ اللاهوت مش بيخلق فلسفه، اللاهوت بيعمل اصلاح في الذهن. اوكي هنط بص اوكي في عنوان اسمه اللاهوت والاصلاح. اوكي هنرجع مره تاني لفوق تاني، بس بص معايا اكتب شاهد تاني تحت اللاهوت والاصلاح. عبرانيين 9، عبرانيين 9 ده شاهد اخر تحت، او شاهد تحت عنوان اللاهوت والاصلاح. عبرانيين 9 عدد 10، هذه الكلمه اتقالت مره واحده في كتاب مقدس، مره واحده في كتاب مقدس ذكرت هذه الكلمه. عبرانيين 9 عدد 10 بيقول لك، بيتكلم عن العهد القديم، قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت، وتأتي هذه الكلمة وقت الإصلاح. كلمة الإصلاح ده لا يعني طائفة الإصلاح، كلمة الإصلاح ده يعني التحول في طريقة التفكير. حتى لو معاك إنجيل الشواهد مكتوب تحت التقويم، إلى وقت التقويم، إلى وقت إصلاح طريقة التفكير، إلى وقت تجديد الذهن. فتقدر تكتب شاهد آخر جنب عبرانيين 9 ده، تقول إنه رومية 12:2 وقت تجديد الذهن. اللاهوت لو ما تحولش إلى حياتك العملية بتحول إلى فلسفة. فبرجع مرة تاني للعنوان الأولاني، لما بتسمع أمور مختصة بيسوع المسيح ده معناه إن ده وقت إصلاح ليك ليا. يسوع هو ملء اللاهوت جسديا، إذن يسوع هو إصلاحي. يعني إيه إصلاحي؟ يعني تقويم أفكاري وتقويم سلوكي وتقويم حياتي، لأن اللاهوت مش فلسفة بسمعها ومخمخ، لكن اللاهوت تجديد للذهن، بيغير شكلي فبختبر إرادة الرب. كلوسي 2 هو اللي قال لنا، يا إما فلسفة وتقاليد ناس، يا إما ملء اللاهوت جسديا. واللذيذ هو قال ملء إيه؟ اللاهوت. حد فيكم حضر كلية لاهوت قبل كده؟ اوكي عددكم قليل. انا مخلص اكتر من واحده، وعايز اقول لكم انه ملء اللاهوت مش كلية لاهوت، اسمه يسوع. فاللي ما رفعوش ايديهم يفرحوا قوي، واللي رفعوا ايديهم ربنا يسامحهم بما يشملني انا. ليه؟ لانه كلوسي بيقول لنا ان ملء اللاهوت، ملء كلية اللاهوت هو مين؟ هو شخص، هو شخص، هو شخص مش موضوعات. والشخص مش دوره ان يملى دماغك موضوعات، لكن يملى روحك تجديد، اصلاح، تقويم. وهو ده ملء اللاهوت جسديا، والآية اللي وراها في كلوسي ايه؟ ونحن مملوئين فيه. فاكرين كلوسي 2؟ ما انا قلت لكم شاهدين، بس الشاهد كلوسي 2 ده في تعريفات، وعبرانيين 9 ده في الاصلاح، لاهوت والاصلاح. انا بس بعمل مقدمه علشان اقول لك ان في فرق ما بين فلسفه لاهوتيه وما بين تطبيق هذا اللاهوت بطريقه عمليه. عشان كده في عنوان اسمه فروقات. في نوعين من اللاهوت، في لاهوت نظامي، سمعتوني بقول كتير كده، بس تكرار بيعلم الشطار، وبصوره خاصه لو ناس موجودة لأول مرة. في لاهوت نظامي، اللاهوت النظامي هو أساسيات الإيمان، هو الخطية، الفداء، الروح القدس، الدم، الآب، الخليقة الأخرى، يعني الميلاد الجديد، الولادة الثانية، ده كل ده لاهوت نظامي. ده مش اللي احنا بنتكلم عليه. اللاهوت النظامي هو اللي بيحفظ الإيمان، هو كليات اللاهوت الأساسية أو التعليم الأساسي في اللاهوت. ده اللاهوت النظامي. في لاهوت تاني اسمه لاهوت تطبيقي. اللاهوت التطبيقي بقى اساسه اللاهوت النظامي، بس بياخد اللاهوت النظامي وبيطبقه للحياه العمليه، بيحوله من معلومه بتحافظ على ايمانك الى تطبيق للحياه العمليه. فاللي احنا مشغولين بيه، اللي احنا عملناه في المؤتمر اللاهوت الاولاني في سبتمبر اللي فات، واللي هنعمله في المؤتمر ده، انا بديك مقدمه، هو امور هنحكي فيها في لاهوت ما لا يرى.
بس مش علشان نحكي على ما لا يرى، لكن عشان نفهم ازاي نعيش بطريقة عملية بإدراك ما لا يرى. مش عايز أسبق نفسي، أنا حريص أني بس أستف قصة اللاهوت بالنسبة لك، لأن اللاهوت هو أمور الله، اللاهوت التطبيقي، اللاهوت النظامي هو أمور الله من خطية، من فداء، من روح القدس، من ولادة جديدة، من ملائكة، من مجيء تاني، إيمانيات، أساسيات الإيمان لو جاز التعبير. اللاهوت التطبيقي على أساس هذا اللاهوت النظامي بتطلع أمور عملية للحياة اليومية. فحكينا في المؤتمر اللي فات بتاع اللاهوت عن لاهوت النعمة وإزاي بناخده بصورة عملية، لاهوت الملكوت وإزاي بناخده بصورة عملية، لاهوت الآيات والعجائب وإزاي بناخده بصورة عملية. ليه؟ لأن القصة إن اللاهوت أمور المختصة بالله هي شخص يسوع المسيح اللي بيتجسد في الكنيسة طول الوقت. عكس كلمة لاهوت، لأن لو اللاهوت هي كلمة الأمور المختصة بالله، عكسها يبقى الأمور المختصة بالعالم. عشان كده طلعت كلمة علماني، كلكم عارفين أنا بحبها قد إيه، لأن كلمة علماني دي شتيمة. أرفض أنك حد يقول لك أصلا أنت علماني. طلع لاهوتيين، فدول الناس اللي درس الأمور المختصة بالله، ودول العلمانيين الناس اللي من العالم. كذبة كذبة. بولس قال كده: لم أستطيع أن أكلمكم كروحيين. بولس كان عايز يكلم ناس كروحيين، الروحيين اللي هم فيهم الروح القدس، اللي هو فيهم يسوع، اللي هو ملء اللاهوت، هم روحيين. فكلمة علماني يعني جسدي، يعني ترابي، يعني من العالم. وهنا الخطورة، خطورة أنك ما تبقاش شخص لاهوتي. أرجو أنك تكون فاهم أنا بقول إيه. أنا بزق وراك من أجل إيه؟ أنا بزق وراك من أجل قيمة داخلية، الإدراك أنك ما فيش حد يأتي يحملك بكل ريح تعليم مع الأزمنة. روح ضد المسيح مع الأزمنة هيشكك في حاجات كتيرة جدا. يجب أن يكون إدراكك لأن اللاهوت مش فلسفة. الفلسفة بتواجه بفلسفة وبيخبطوا في بعض وبيشككوا الناس. أما الشخص، فاكرين لما جم الفلاسفة يشككوا الأعمى منذ ولادته؟ قالوا بص ده ما ينفعش أصلا، حسب الكتاب ما ينفعش إن يسوع يبقى ابن الله، وما ينفعش إن يبقى المسيح، وما ينفعش مش عارف إيه، وعملوا فلسفة طويلة. الراجل في الآخر دلق عليهم جردة المية باردة، قال لهم إيه؟ أخاطئ هو؟ لست أعلم، لكني أعلم حاجة واحدة: كنت أعمى ولا أنا أبصر. كلنا حافظين آية، بس سامحني، مش كلنا بنستخدمها لما يجي حد يشككك بفلسفة وانت عندك اختبار. يقول لك ما ينفعش اختبارك يطلع لاهوت، لكن الفلسفة هي الصح، فيقوم مطلع عليك فلسفة ويقوم مشكك إيمانك. برغم هذا الرجل اللي احنا حافظين كلنا آيته، ما بندركهاش ان الاختبار الشخص يسوع اللي في حياتك قال لهم أنا أعرف حاجة واحدة، عارف بمن أمنت. ده مش هو الوحيد اللي قال كده، بولس قال أنا عارف بمن أمنت، موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. اللاهوت هو الشخص الله اللي بيعيش فيك وبتختبره بطريقة عملية وبتعيش فيه يوميا. ستأتي فلسفة، ستأتي أفكار ناس، ستأتي أفكار من إبليس، ستأتي ظروف، روح ضد المسيح هيشتغل. أنا بديك مقدمة عشان تفهم أهمية اللي احنا بنعمله. روح ضد المسيح هيشتغل بإزاي؟ بتشكيك، بفلسفة، بشوف اللي حاصل، وفي حاجة واحدة بتسندك اللي هو فيه ملء اللاهوت جسديا، وانت بتتملي فيه. أنا عارف بمن آمنت، أنا عارف حاجة واحدة: كنت أعمى والآن أبصر. ما كانش في طعم بقى في طعم، ما كانش في اختبار بقى في اختبار، ما كنتش بشوف بقيت بشوف، ما كنتش بيحصل حاجة في خدمتي بقى بيحصل حاجة في خدمتي. ده أنت اللي بتقول. ما كانش ليه أنا عارف من آمنت. أنتوا هنا؟ دخلت عليكم بجد؟ ابتسم تاني في وشكم؟ فأمور اللاهوت هامة جدا، لأنه مش بتكلم عن فلسفة، بتكلم عن شخص. عكس كلمة لاهوت جسدي أو علماني أو ترابي أو
انت مش هذه الاسماء لا تسمى لبنت الرب والابن الرب، فانت ما ده الطبيعي بتاعك انك تكون لاهوتي. سبب في تاريخ الكنيسه، سامحني معلش انا محتاج اعمل مقدمه لانكم يعني في تاريخ الكنيسه لما حرم الشعب من انه يستقبل امور اللاهوت، الكنيسه مرت بازمنه الظلم، الظلمه الظلمة جت في الكنيسة بسبب ان اللاهوت لم يشارك به الشعب، عشان شعب مش حقيقي. ورب حريص جدا انك تفهم هويتك، هويتك هي يسوع اللي بيملاك. ملء اللاهوت هو شخص، كل اللاهوت هو شخص اللي حنوقف قدامه بعد ما نخلص هذه في الاغلب هنسميها اجتماع بقى مش محاضرة، هي محاضرة. اللي حنوقف قدامه هو شخص، وهذا الشخص بيملاك عشان يوقفك قدام الآب لكي تتعامل مع السماء مش بروحانة اجتماعات تنساها لما تخلص، لكن بحقائق متستفة حقيقية أكتر من العيان بتاعك. وده دور هذا المؤتمر أو هذا التعليم، إنه ما لا يرى، ما لا يرى في عالم الروح حقيقي أكتر من العيان، وإنت محتاج تبقى متأكد منه أكتر من العيان وتشوفه أكتر من العيان وتختبره أكتر من العيان، لأنه كل الحياة المسيحية إنت ما بتشوفهاش. أنت جمال. عشان كده القصة محتاجة إصلاح، هي تجديد للذهن. هو أنا بصدق اللي بشوفه ولا محتاج أبقى مسيحي؟ المسيحي ما بيصدقش اللي بيشوفه. Good morning. هو اسمكم إيه؟ مؤمنين؟ لو انت بتصدق اللي بتشوفه باسمك مؤمن، ما بقاش اسمك مؤمن، يبقى اسمك عياني، يبقى اسمك شخص طبيعي لانك بتصدق اللي بتشوفه، وكل الناس اللي في الشارع بتصدق اللي بتشوفه. المؤمن هو بيصدق اللي ما بيشوفوش. فببساطة المفروض كنت أي حد كان سمع اسم المؤتمر ده كان يقولي يعني إيه مؤتمر ما لا يرى؟ ما هو ده الطبيعي، إن إحنا طول الوقت بنصدق اللي إحنا مش شايفينه. المسيحي ما بيصدقش اللي بيشوفه، وإبليس بيحب يلعب في اللي أنت بتشوفه عشان يلعب في دماغك. عشان كده تجديد الذهن، انت مين، هويتك ايه، ادراكك ايه، مربوط جدا بانك انت عارف 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 اللي بتشوفه في روحك مش اللي بتشوفه عينيك الطبيعيه. طبعا مش بكلمك ما تشوفش حاجه. عشان كده هنعلم عن ما لا يرى، وهنعلم ازاي نشوفه وازاي نفرشه وازاي نخش فيه وازاي نعيش فيه في وسط العيان. هو ده هدف، ده هو هدف المؤتمر ده. حد مستعد؟ 3 4 5 6 اوكي. اصلا كلمه لاهوت هي عكس كلمه الارضيات، عكس كلمه الطبيعي. خليني اقرا لك ايه كمان. طيب حطها تحت اللاهوت والاصلاح لسه يعني هنخش في كورنثوس الاولى صح 2. من عدد 12، كورنثوس الأولى صح 2 من عدد 12. نحن لم نأخذ روح العالم. من فضلك، أنا عارف إن فيش الآيات فوق، بس أنا من فضلك أرجوك لو معاك إنجيل افتحه وقلب في إنجيلك، ولو من فضلك برضو لو معاك قلم اكتب. نحن لم نأخذ روح العالم، عدد 12، بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. أنا هقولك الأشياء الموهوبة لنا من الله دي إيه؟ دي لا ترى.
التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، موضوع مش فلسفة، بل بما يعلم الروح القدس. عدد 14، الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لأنه عنده جهالة. اللاهوتيات بتنقلك من 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 سوري من شتيمة اسمها الإنسان الطبيعي. ليه شتيمة؟ الآية موجودة فوق، الإنسان الطبيعي إيه؟ لا يقبل مال روح الله. إذن حد هنا طبيعي؟ الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، عشان كده اللاهوت بيرفعك عن الأرضيات، بيرفعك من المستوى الطبيعي عشان تسكن في مستوى آخر، مستوى روحي، مستوى لاهوتي، محوره شخص اسمه ملء اللاهوت جسديا، محوره شخص اسمه يسوع. فالطبيعي لا يقبل مال روح الله. عشان كده العنوان، اوكي خلينا يعني اخر جمله في قصه اللاهوت والاصلاح ده، تجديد الذهن. حكينا فيها تجديد الذهن، فتجديد الذهن ده بيحميك من الفلسفه وبيطلق شكل جديد. تجديد الذهن ده بيطلق انتصار. انا عايز احط بس كلمه دي، الاصلاح ده بيطلق انتصار، تجديد الذهن ده بيطلق انتصار. اللاهوت يجب ان يتحول جواك من، بس بنحط بنطلع لحاجتين، انا كل ده مقدمه للاسف مضطر اعملها. يا اما يبقى حاله روحيه في اجتماعات تخلص لما يخرج من الاجتماع، وده حاجه حلوه لكن مش 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 بتثبت. فاجواء حلوه سبحت وحسيت بحضور ربنا وربنا عمل حاجه، بس هي حاجه حاله روحيه بتخلص لما بيشيلوا فيشه الكوبس بتاعه الاجتماع. الجانب الآخر، الاجتماعات تبقى فلسفية مليانة أفكار ذهنية وبرضو تخلص أول ما نساها أو إبليس يرمي فكرة تانية. في حتة حقيقية بقى في النص اسمها تجديد الذهن، اسمها أنا مدرك أنا بعمل إيه، اسمها اللي ما يصنعه الرب في حياتي هو ما لا يرى بالعيان الطبيعية بس بيرى بعينين روحي، وبستقبله وبصدقه أكتر لأنه في حاجة اسمها إعلان. روح الإعلان بتقوم رفعاني من انتصار الطبيعي، سوري من هزيمة الطبيعي لانتصار الروحي. الطبيعي سهل يتهزم، الروحي لا ينهزم، الروح بينتصر. انتوا هنا، الطبيعي فينا سهل يتهزم، الروحي فينا اسهل له انه ينتصر. الطبيعي الطبيعي فينا بيتشكك، لكن الروحي دائما 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 بينتصر. عشان كده يقول لك الروحي يحكم في كل شيء. ولما تقرا كلمه يحكم دي اللي في كورنثوس الاولى 2، يحكم دي يعني متسلط، يعني 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 ان كنترول. بيحكم بجدج برضو، بيحكم، الكلمه بتحمل كل المعاني، يحكم في الامور لكن كمان ان كنترول يعني متسلط، يعني متحكم، يحكم. فتعالوا نرجع، احنا نخش على العنوان نمرة 3، الروحيات والإعلان. لأنها لا ترى فأنت محتاج ليها إعلان. تسمعوا عن الصلوة اللي بنصليها، أو ده شاهد برضو تكتبه في أفسس 1:18، لما بولس صلى للكنيسة من أجل روح الحكمة والإعلان في معرفته. معرفة الله بتأتي بإعلان، معرفة أمور الله بتأتي بإعلان. معرفة أمور الله لا تأتي بدماغ، الإعلان ما بيستقبلش في الذهن، الذهن بينور لما الروح يستقبل إعلان.
انتوا هنا. حاول ابص على ناس محدده وابصش على ناس تانية. خلينا نبص على كورنثوس الاولى 2. عدد 7، كورنثوس الاولى 2:7. نتكلم بحكمه الله في سر، نتكلم بحكمه الله في سر. الحكمة المكتومة الذي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. حكمة إيه؟ مكتومة سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. هو بيتكلم عن يسوع، بس بيتكلم عن استراتيجية يسوع في الإعلان، إن بيكتم عنك حكمة بيكتمها، يعني ما تعرفهاش، مش كده؟ لغايه لما ياتي وقت تستعلن ليك. فالقصه بره الذهن خالص، فحضرتك موجود في هذا المؤتمر او بتستمع، انا مش محتاج دماغك على الاطلاق، انا محتاج روحك بس. معنى كده نمسح دماغنا؟ نو. انا بالعكس، الكتاب المقدس يقول في الاذهان كونوا كاملين، بس خلي ذهنك يتجاوب مع اعلان روحك، مش ذهنك يحاول يفكر ويعصر دماغه عشان يفهم. استقبل جوه روحك. يوحنا المعمدان ما فهمش حاجة لما وهو في بطن أمه نط لما يسوع دخل البيت. عارفين يسوع؟ عارفين يوحنا رقص في رحم إليصابات؟ ارتقد يوحنا رقص، يسوع دخل. ده مش موضوع ذهني، موضوع ملوش دعوة بالدماغ خالص. إعلان يوحنا لم يعلن عن يسوع فقط لما شاور عليه قال هذا هو الحمل المذبوح، وهو في معمودية يوحنا أعلن عن يسوع وهو في بطن إليصابات لما ارتقد قبل ما يفهم ولا حاجة. صح؟ فالقصة مش ده، القصة الروح اللي بينور جواك وبينور ده. في الأذهان كونوا كاملين، بس اللي بيخليك في الذهن كامل مش دماغك، اللي بيخليك في الذهن كامل روحك. تعالوا نكمل. الحكمة المكتوبة التي سبق الله فعينها قبل الدهور للمجدين، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأنهم لو عارفوا لما صلبوا رب المجد، بل كما هو مكتوب. خلي بالك، وبيتكلم كله عن يسوع، وبيتكلم عن الصليب، وبيتكلم لو كانوا عرفوا الإعلان، لو كان الإعلان استعلن ليهم ما كانوش صلبوا يسوع. بل كما هو مكتوب، ما لم ترى عين، يعني ما لا يرى، ما لا يرى، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله. دايما على مدار، ما أعرفش عنكم بس أنا نشأت وترعرعت فاهم الآية دي بتكلم عن السماء. الآية دي لما تبص في الكونتكست، لما تبص في الإصحاح كله، بتكلم عن الصليب ونتائج الصليب ونتائج الفدا بما يشملها اللي هيحصل في السماء. لكن هو بيتكلم عن نتائج الفدا قبليها طوالي، بيقولك لو حد كان فهم الحكمة دي ما كانوش صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب، ما لم ترى عين، ما لا يرى، وما لم تسمع به أذن، ما أعده الله للذين يحبونه نتيجة هذا الفدا بما يشمله السماء. تمام، أوكي. ما أعده الله ده يرى ولا لا يرى؟ جميل، ابتدينا اللعب. لا، ناس قالوا يرى وناس قالوا لا يرى، انتوا ما قلتوش حاجه، فانتوا في السليمه. القسم ده قاعد ساكت، القسم ده وقع في الحفره، بس القسم ده هو اللي شجعني. سؤالي كان، ما اعده الله ده يرى ولا لا يرى؟ الحقيقه انه لا يرى، بس في حاله واحده بيرى، في الإعلان، في الإعلان، في الإعلان، في الإعلان، في الإعلان، في الإعلان، مش في الإعلانات، فيش فقرة إعلانات، في الإعلان، الإعلان الروحي، روح الحكمة والإعلان في إيه؟
معرفته أفسس 1:17-18 دول ما يعني مثبتين كده هو الآيات ماشي. ففي معرفة يسوع حكمة وإعلان. واللذيذ بولس هنا في كورنثوس بيقول لك لو عرفوا الحكمة لكن يعلنه الله لنا بالروح. فالحكمة والإعلان شغالين هنا في كورنثوس أولى 2. بس مرة تاني خليني أسأل السؤال، ما أعده الله ده لا يرى، ومش لا يرى عشان هو في السماء، لا، ما أعده الله ده لا يرى لأن الطبيعي في الحياة المسيحية كلها من ألفها إلى يأها أنها مش موجودة في العالم الطبيعي، موجودة في العالم الروحي. عشان كده حضرتك لو طبيعي لا تقبل مال روح الله، لأن كل ما أعده الله موجود ليك في العالم الروحي، ومش بتكلم عن السماء، موجود ليك في العالم الروحي. هل القاعة دي فيها عيان؟ أشكركم، ما تخافوش، فيها عيان، فيها ترابيزة، فيها شاشة، فيها بني آدم قدامكم، مش كده؟ فيها عيان. بس هل القاعة دي فيها عالم روحي؟ جدعان أوكي. العالم الروحي ده ما لا يرى، بس انت هنا بتختار تبقى طبيعي كل اللي شايفه الطبيعي، او تبقى روحي جواك اعلان عن العالم الروحي اللي بالفعل موجود. ده انت لما بتزداد في ادراكك للعالم الروحي انت بتصدق العالم الروحي، وبالنسبة لك بيبقى واقع اكتر من العيان. فبالنسبة لك ما لا يرى حقيقة أكتر من الترابيزة دي. إيه أخبار الترابيزة؟ بص معلش سامحني، وخلي بالك انت ممكن تسمع الكلام ده وتقول فهمتوا ايه يعني اوكي، لكن قلبي وده الهدف بتاع انه ده مش فلسفة ما لا يرى، ده تطبيق ما لا يرى. قلبي انك تفهم ده ويستعلن جوه روحك وتستوعب انك انت اسمك مؤمن مش عياني، لأن العياني مش شايف غير الترابيزة، لكن المؤمن شايف ما لا يرى، وإلا ما بقاش اسمه مؤمن. يسوع قال توما طوبى لمن آمن جود مورنينج، طوبى لمن، كأن الآية بتقول آمن عكس يرى. أنا بتكلم على المستوى الطبيعي يرى، لأن احنا نخش على يرى على المستوى الروحي أوكي، لكن بتكلم على المستوى الطبيعي. يسوع ببساطة في مواجهته مع توما ما عندوش مشكلة عشان يرفع الإيمان إنه يجي لتوما، بس اداله الكلمة برضو طوبى لمن آمن، لأن من آمن هو آمن في ما لا يرى. طوبى لمن آمن ولم يرى، لأن آمن تعرفها لم يرى، لأنه لو رأى يبقى مش آمن، يبقى رأى. طيب أوكي. مرة كمان عدد 9، كما هو مكتوب ما لم ترى عين، ما لا يرى، ما لا يرى، وما لم تسمع أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله بسبب الفدا للذين يحبونه أعلنه الله لنا بروحه. خلي بالك أعلنه ده حاجة يعني حاجة finished، حاجة موجودة. هقول لك حاجة وهكررها تاني، أنا كنت هقولها وسكت بس الآية بتجبرني أن أنا أقولها. يسوع فتح باب الإعلان لأولاده من زمان، لأن باب الإعلان عارفين أوكي أشرح لك يعني إيه باب الإعلان، محتاج برضو وأنا محتاج نعمة.
طول ما انت شايف الترابيزة فانت طبيعي، لكن في بوابة موجودة في هذه القاعة، ما اقصدش بالصورة الحرفية، في بوابة موجودة في هذه القاعة، هذه البوابة بتفتحك وبتفتح روحك وحواسك من إدراك الحيطان والترابيزة لإدراك ما أعده الله فيما لا يرى. هذه البوابة مش بعيدة عنك، هذه البوابة الحقيقي موجودة فيك، وهذه البوابة اسمها يسوع، لأن يسوع قال أنا هو الباب. في باب جوه روحك لو عديت فيه بتتنقل من عالم إلى عالم، واللاهوت التطبيقي هو لاهوت دخولك المعتاد اليومي بطريقة اختيارية عن قصد، من خلال هذه البوابة الموجودة فيك اللي اسمها يسوع أنا هو الباب. من دخل، فاكرين من دخل يخرج ويدخل ويجد مرعى؟ عمركم ضايقتكم الآية دي؟ ما ضايقتكمش؟ أنا كانت بتضايقني جد. طب أنا دخلت أخرج ليه؟ هو في حد بيدخل من الباب ويخرج؟ وليه أخرج؟ الله ينور عليك يا ها، وليه أخرج؟ فاهمين حاجة؟ فاهمين الآية دي؟ يمكن أنتوا روحيين، أنا بحكي لكم مشكلتي الشخصية. لما كنت صغير كانوا بيربوني في الكنيسة يقولوا لي إيه؟ يقول لك يسوع هو الباب فسلم حياتك، يسوع هو الباب، لو دخلت من الباب بتسلم حياتك وتبقى ابن للرب. حلو قوي. لو مشينا بهذا، على فكرة هو ده الموجود في السوق لغاية دلوقتي، ما أنا اوكي. فبتخش من الباب بتسلم حياتك تبقى ابن للرب، حلو قوي. انا دخلت دلوقتي، ليه يسوع بيقول له اخرج؟ يخرج ويدخل ويجد مرعى. الآية دي مش عن الخلاص، الآية دي عن التواجد في يسوع، التواجد في ما اعده الله لي، والخروج بما اعده الله لي مما لا يرى عشان اخرج به الى ما يرى. هو دخول من هذه البوابة إلى ما لا يرى، وبك أخرج مما ما لا يرى وقابل الترابيزة في وشي. أنا بسبق نفسي ووعظ. أنا مرة تاني، في بوابة داخلية جوه روحك هو يسوع. يسوع هو الباب اللي من خلاله بتخش إلى ما أعده الرب ليك، بس ما أعده الرب ليك ده لا يرى، فمن خلال هذه البوابة ده اختيار حضرتك، وحضرتك بتختار إنك تعبر هذا الباب اللي اسمه يسوع وتخش. لأن على الجانب الآخر من هذا الباب الترابيزة مش هي شغلك الشاغل، انت هي موجودة بس مش موجودة، لانك انت في بعد اخر اسمه ما لا يرى، عشان ما اعده الله ليك هو لا مش موجود في المرئي، هو موجود في اللي ما لا يرى، فانت بتخش الى ما لا يرى فيبقى اسمك روحي. اللي ما بيعديش من هذه البوابة اسمه طبيعي. ياما مؤمنين طبيعيين عايشين، انتوا كويسين انتوا هنا ليه؟ لانه كل العيان، كل الطبيعي، كل اللي انا شايفه، كل اللي انا حاسه، كل اللي بمر بيه، كل اللي بسمعه، كل اختبارات العيله وكل اختبارات الشغل، وكل اللي وداني بتسمعه طول النهار، هو عمال يقول لي حاجات وبحاول اقاومها بذهني وباللي سمعته في الكنيسه يوم الحد والقصة كلها في حاجة اسمها راحة، في حاجة اسمها خلصت، في حاجة اسمها يسوع أعد كل حاجة، بس انت مش شايفها، مش عشان ما تشوفهاش، مش عشان بيغيظك، مش عشان ان شاء الله في السماء. طب عامل بيها وايه في السماء؟ ما لما رحت السماء خلصت كل حاجة، انا محتاجها هنا. هو بالفعل أعدها هنا وفتح هذه البوابة، بس انت محتاج تدرك الفرق ما بين حياة كطبيعي والحياة كروحي، لان الحياة كروحي بتستلزم فعل إرادي من حضرتك إنك تعبر هذا الباب اللي موجود بالفعل جواك، مش غريب، مش هتشتريه من الكانتين، بالفعل موجود جواك اسمه يسوع المسيح، فبتعبر من هذا الباب وتخش في
عالم آخر اسمه ما لا يرى. ليه؟ لأن في ما لا يرى ما أعده الله ليك. حضرتك محتاج جدا ما لا يرى، لأن ما بعرفش، ما عرفش عنك، بس أنا ما بعرفش أعيش في الحياة اليومية بما يرى، لأنه ما بيجيبش نتيجة، ما بيجيبش نتيجة قدام أمراض، ما بيجيبش نتيجة قدام تحديات، ما بيجيبش نتيجة قدام ظروف، ما بيجيبش نتيجة قدام مشاكل، ما بيجيبش نتيجة قدام. لكن في حاجة أعدها الرب ليك بالفعل موجودة، بس هي موجودة أهيه، بس أهيه دي مش في الطبيعي، أهيه دي في ما لا يرى قدامك. بس محتاج تمد إيدك من البوابة، لو جاز التعبير، أنا بحاول أبسط أكتر ما يمكن، أمد إيدي، ده إيد الإيمان، من ده إيد الإيمان، من بوابة، من بوابة بتاعت يسوع إلى ما لا يرى. فأنا دلوقتي إيدي في حتة مش متشافة، وبتاخد ما أعده الله لي لأنه مش متشاف، عشان تأتي بيه إلى اللي متشاف، عشان أنت محتاجه وأنا محتاجه. بالمناسبة ده اسمه إيمان. هنشوف حالا اسم النهاردة لاهوت ما لا يرى والإيه؟ والإيمان. حاضر، احنا قاعدين يومين ونص مع بعض حضرتك. خلونا نكمل بس الآيات دي. أعلنه الله لنا نحن بروح، عدد 10، أن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. مش عارف احنا خلص ساعة كام. أوكي، فيش مشكلة. ما لا يرى ده هو عالم الروح. عالم الروح لا يرى، انت مش شايفه، بس هو موجود، والحقيقي هو موجود حقيقة أكتر من الطبيعي. بس مش بس كده، عالم الروح ده الروح فيه بيفحص، موجودة فوق، يفحص كل شيء حتى إيه؟ إيه أخبار أعماق الله؟ إيه أخبار إدراكك؟ يعني إيه كلمة أعماق الله؟ يعني أعمق حاجة في قلب الله، يعني الديب، يعني أعمق حاجة في قلب الله، أعمق أسرار الله، أعمق قوة في قلب الله. الروح يفحص حتى أعماق الله، ده عده الله لنا في ما لا يرى. عشان كده هو ما لا يخطر على بال. كمل معايا. لأن من الناس، عدد 11، يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. تجنن، يعني ما ينفعش تعرفها من غير إعلان، من غير أن يستعلن جواك حقيقة. حقيقة اللي أنا بعمله النهاردة إعلان حقيقة. إيه الحقيقة؟ إن ما لا يرى حقيقة، وإلا تبقى طبيعي، وإلا ما تبقاش مؤمن. أنا عايزك تخرج بس في ده النهاردة، الليلة دي بس، لأن اسم حضرتك مؤمن، إلا قررت تغيره وانت خارج، لأن اسم حضرتك مؤمن، ففي حقيقة اسمها إن ما لا يرى ده حقيقي أكتر من الطبيعي بتاعك. هنمشي رحلة مع بعض خلال يومين اللي جايين، ازاي نختبر ده وازاي نفرش ده، لانه ده مش بيبقى موجود، ده بيبقى موجود طول الوقت، بس انت محتاج تعمل ديناميكيات عشان تخش فيه وتعيش فيه. هنتكلم عنه عملي، عشان كده هو لاهوت تطبيقي مش لاهوت نظامي. اوكي، كمل معي. نحن لم نأخذ روح العالم، هو الفرق عالمي، بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. فهو بيحكي عن أشياء موهوبة ليك من الله، هي لا ترى بس موهوبة، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية فلسفة، بل بما يعلم الروح القدس إعلان، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، احنا قررناه في الأول، لأنه عنده جهالة، لا يقدر،
مش لا يقبل بس، ده لا يقدر أن يعرفه. ليه؟ لأنه إنما يحكم فيه إيه؟ روحيا. القصة كلها إعلان روحي. ده الروحيات والإعلان. بصوا، لا خلينا نلتزم. إحنا في عنوان عندك في الورقة اسمه ما هو لاهوت ما لا يرى. أوكي، هنمشي بقى حبة آيات مع بعض. أول نقطة أنا كتبها لك بالفعل عبرانيين 11:1. عبرانيين 11:1 اللي أنا كنت عمال بقوله من بدري. الإيمان هو الثقة بما يرجى، الإيقان إيه؟ حد مؤمن هنا؟ أتاري كل العنوان والناس جت تقول يعني إيه لاهوت ما لا يرى؟ ما فيش حاجة اسمها لاهوت ما لا يرى. ده ألف به الإيمان. الإيمان هو الإيقان بما لا يرى. حد مؤمن هنا؟ خلي بالك، إيه قبل ما لا يرى؟ إيه الكلمة اللي موجودة قبلها؟ إيقان. إيقان، عارف يعني إيه إيقان؟ أنا موقن، متأكد، متأكد. الإيمان إنك متأكد من اللي أنت مش شايفه. هو اللي بيقول الإيمان هو الثقة بما يرجى، الإيقان بأمور. Good morning. فمن شوية كنت بقول لك في ترابيزة، تقول ده طبيعي. أقول لك في 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 عالم روحي وفي بوابة، تقول لك تقولي ده هو ده الإيمان. لأن الإيمان هو إيقان باللي أنت مش شايفه بس موجود في كلمة الرب ليك. عشان البعض لو يقول يعني أتخيل، لا، الإيمان هو بالخبر. فالإيمان بكل ما هو موجود في كلمة الرب ليك حتى وانت مش شايفه. والإيمان مربوط بما أعده الله ليك. لأنه ممكن تسمع الجملة دي وتحولها لفلسفة سطحية متسطحة. القصة مش كده. القصة إن رب أعد ليك كل حاجة في ما لا يرى، وبيبقى عايزك تدرك إن روحك ترى وتستقبل وتصدق توقن. هو الإيمان كده، نظروها صدقوها حيوها وامتلكوها. نظروها نمرة واحد. فالإيمان بيخليك، هنبص إزاي، هنشوف مع بعض. بس أوكي، عبرانيين 11، خلينا في نفس الإصحاح. عبرانيين 11، بس خلي بالك، معلش مرة كمان، خلينا في نفس الحتة. أنا ملي عينيك بالآية. هو إيه الإيمان؟ الإيقان بما لا يرى. أنت جاي عشان تصدق اللي أنت مش بتشوفه، بس كلمة رب تقوله. ايه اللي انت مش بتشوفه في عالم الروح؟ مش اللي انت مش بتشوفه يعني اصلا انا مش شايف بركة، يبقى انا هو ده الايمان، ان صدق بالبركة برغم ان انا مش شايف. نو، مش ده اللي بيقوله. اللي بيقوله كورنثوس واللي بيقوله عبرانيين، انك تصدق ما اعده الله ليك في عالم الروح وتختبره. مش انك انا مش شايف بركة بس هصدق في البركة. نو، انتوا موجودين؟ الآية مش بتقول أنت مش شايف بركة بس صدق في البركة وده اللي اسمه الإيمان. لا، الآية بتقول ما أعده الله لنا ما لم ترى عين يعلنه لنا الله بالروح القدس. لأن ما أعده الله لا تراه. الإيمان هو الإيقان بما لا تراه. في عبرانيين 11 عدد 9، عدد 9، خليها 10. إبراهيم لما خرج كان ينتظر المدينة، عدد 10، كان ينتظر المدينة التي لها أساسات، التي صانعها وبارئها الله. عدد 13، في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا الموعد، وكان على عهد القديم، بل من بعيد نظروها صدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. إيه؟ القصة كلها، أنا بس بحط جواك المبدأ. إبراهيم خرج من أور الكلدانيين اللي هي واضحة، بتسمعوني بقولها وحكررها. أور الكلدانيين كان أحسن مركز تجاري مليان اقتصاد في ذلك الزمان.
ممكن يكون أمريكا جميلة ممتازة حلوة أوي، دبي جميلة ممتازة أوي، ده أور الكلدانيين. والرب أم أخذ إبراهيم من أور الكلدانيين قال له أنا عامل مدينة فينها بالزبط، ومواصفات المدينة اللي عاملها الرب إيه؟ شوف عدد 10، لها أساسات. خلي بالك ركز في الكلمة دي لغاية بكرة بالليل، لها أساسات. يعني بالنسبة للرب أور الكلدانيين دي ملهاش أساسات، ده أمريكا دي ما حصلتش، ملهاش أساسات. اقتصاد العالم ده ملوش أساسات، اقتصاد العالم مش مصر، ملوش أساسات. اللي مش عارف ايه ملوش أساسات، لأنه اللي بيرى ده طبيعي، أما ما لا يرى أزلي. مش أزلي لما نروح السماء، أزلي من دلوقتي. ما أعرفش عنكم، بس أنا برضو لما نشأت وترعرعت كنت بفهم لما يقولوا لي آه دي حاجات أزلية، يعني يديك طول العمر كده إن شاء الله. أزلي يعني موجود النهاردة وحقيقي وحيستمر للأزل، للأبد، من أزل للأبد. لكن اللي أنت شايفه النهاردة ده مؤقت، ولو اتسندت عليه ممكن يقع تحتيك. اللي وراها عشان الوقت في نفس صح عبرين 11 موسى عدد 27، بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه إيه؟ حد واخد باله ان كلمة لا يرى دي متوفرة في السوق؟ ان لاهوت ما لا يرى ده، او ما لا يرى ده ده الكتاب المقدس ومتكرر طول الوقت في اعظم اصحاح للمؤمنين، لانه اصحاح الايمان عبرين 11، وانه كله ما لا يرى، وان موسى لما خرج من مصر ما كانش خايف، ده وراه فرعون لكن ما كانش خايف لانه شايف حاجة مش متشافة، وشايف شخص مش متشاف، لأن هي من كمان. أوكي عشان الوقت. أنتوا تكتبوا الشواهد؟ هذه النقط الموجودة عندك. اكتب رومية واحد عدد 20، أنا بس رومية واحد عدد 20 آيات مشهورة قوي، لأن أموره غير المنظورة، أموره غير المنظورة، ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. أنا بس عايز الجزء الأولاني باخد، أنا بطلع لك بس العنوان اسمه لاهوت ما لا يرى. أمور الله غير المنظورة، بترى في حبة إظهارات في الخليقة قدرته السرمدية، لكن ما أعده الله لا يرى، أموره غير المنظورة. خليني أقول لك جملة، تعالوا نرجع لعبرانيين 11. أنتوا لسه هنا؟ أوكي عبرانيين 11 هنقرأ عدد 3. بالإيمان نفهم أن العالمين ده يعني جمع عالم. تعرفوا أن العالم له جمع؟ لا، عالمين تاني. بس انتوا خدتوش بالكم من السؤال وركزتوا في اللغه العربيه. انتوا تعرفوا ان العالم له جمع؟ ايوه، انا مش بركز في اللغه العربيه، انا بركز في المعلومه الروحيه، انه العالم، عارفين يعني ايه عالم؟ يعني المجرات والكواكب والارض والفضاء، ده العالم مش كده؟ العالم ده له جمع.
أوكي. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر، يعني ما يرى تكون مما لا يرى. معايا؟ إذن ما يرى تكون مما لا يرى. لما ما لا يرى يتولد فيما يرى يبقى بيتخلق. العالمين أتقنت يعني صنعت بإتقان بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر، يعني تقدر تقولها حتى تكون ما يرى مما لا يرى. عايز أقول لك الرب في حاجات كتيرة موجودة في ما لا يرى عايزها تخرج فيما يرى. لأن مفيش حاجة بتتخلق في الأرض إلا وهي جت مما لا يرى إلى ما يرى. ده أنا هقضي أيام جميلة معاكم. في نقطة من النقط كورنثوس الأولى 2:9 قريناها كذا مرة فاكتبها بس عشان الزمن. آخر نقطة كده وصلنا المفروض، سابع نقطة كورنثوس الثانية. بالمناسبة أنا مش هرد على كل أسئلتك إلا في الآخر، أو في الآخر هتتجمع كل أسئلتك، بس مش دوري أن أرد على أسئلة ذهنك. دورك أنك تفتح روحك وتقول يا رب حرك روحك فيا عشان أدرك ما هو أبعد من الطبيعي. عشان كده ده مؤتمر لاهوتي. كورنثوس الثانية 4. عدد 18. نحن غير ناظرين. كورنثوس الثانية 4 18. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي إيه؟ Good morning. أنتوا نمتوا ولا لسه؟ ونحن غير ناظرين الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. ده ربنا مش بس ده ربنا بيلغي من فضلك ما تبصش على الترابيزة. فاكرين الترابيزة؟ هو اللي بيقول نحن غير ناظرين التي لا ترى. الترابيزة دي ترى؟ ما تبص لهاش. لا حول الله يا رب. نحن غير ناظرين التي ترى، التي ترى وقتي. طبعا الترابيزة دي وقتي. أما بل إلى التي لا ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. طب هو بيقول لك شوفها في الأبدية؟ لا، بيقول لك شوفها من دلوقتي. ما تبصش على اللي أنت شايفه دلوقتي، بص على اللي أنت مش شايفه دلوقتي. اللي أنت مش شايفه دلوقتي حقيقي. هو ده اللي هنفصصه بس في المؤتمر في اليومين اللي جايين هنفصص القصة دي. بس النهاردة أول جزء منها أنا محتاجك إنك تصدق، لأن هو ده الإيمان. الإيمان هو الإيقان بما لا يرى. أنا محتاج إنك تصدقه، تبقى واثق تماما. لا، مش لأن نادر قال، طز في نادر، لأنه هو قال. القصة مش واحد بيحاول يقنعك، لأن كلمة الرب وجاء وقت أنك يستعلن ليك حقيقة، لأنك روحي مش طبيعي، لأنك لاهوتي مش علماني، لأنك مش معتمد على منطق ذهني فلسفي وحسب تقليد الناس، لكن معتمد على ملء اللاهوت الاسم يسوع، اللي هو باب بيفتح ليك ما أعده الرب ليك. وما أعده الرب ليك ما لا يرى، والروح القدس يقوم معلنه ليك لما بتخش من هذا الباب. فتخش وتخرج
ليه؟ لأنه ما لا يرى بيخرج إلى ما يرى فبيتخلق، فبيتخلق فرح في أسر ما فيهاش فرح. ليه؟ لأنها دخلت إلى ما لا يرى، وأتاري في ما لا يرى الرب أعد لهم فرح، أعد لهم سلام، أعد لهم بركة، أعد لهم أبواب، أعد لهم مسحة. أتاري في دولاب في ما لا يرى، دولاب حقيقي، وبيفتح الدولاب ويلاقي بيلاقي توب عباية، ويلبس العباية ويخرج. ما فيش عباية، بس هو شايف العباية، لأن العباية دي الدعوة، العباية دي الاستخدام، العباية دي الخدمة، ويخرج من عالم الروح مدرك إن على حياته عباية، على حياته تكليف، فبيخرج بيها لأنه دخل إلى ما لا يرى وخرج بإدراك ربنا عمل إيه. القصة مش تخيل، هنحكي فيها مع بعض، بس القصة هو أعلنها وأعدها في ما لا يرى. أنا مش هبص عارفين آيات الله لم يروا أحد قط؟ إيه أخبار يسوع؟ إيه أخبار يسوع؟ حد شافه ولا ما شافوش؟ إيه أخبار الله لم يروا أحد قط؟ الله ينور عليك يا أهل، أدي جدعنا، يا تعالي تعالي عودوا في جنبي كده. اللي ما سمعش أختي قالت عظيمه هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الله ينور، هو ده الكلام. أيوة أوكي. واحدة واحدة علي، أنا غلبان. الله لم يرى أحد قط، بس يسوع جاء في الجسد فكان مرئي. ما لا يرى بمرئي، أوكي. مقاصد الرب معلنة بكل وضوح في يسوع، إن ما لا يرى يبقى مرئي، أوكي. مازال يسوع، مازال الله لا يرى، ومازال مقاصد الرب إن يسوع يبقى مرئي. الدنيا ما اتغيرتش، الله لا يرى، يسوع مرئي. الله لا يرى، جسده مرئي، بس جسده عنده الصلاحية إنه يرى ما أعده الله في ما لا يرى، ويبقى خليه مرئي قدام الناس. النقطة دي هي كل المؤتمر، النقطة دي هو هدف إيه؟ إنه كل اللي احنا هنتعلمه إزاي نتحرك في ما لا يرى ده، ونفهم أبعاد مش موجودة هنا، بس نفهم نتحرك في الأبعاد اللي مش موجودة هنا. ده الطبيعي للمؤمن، إنه هو ده الروحي، لأن الروحي يحكم في كل شيء. الإنسان الطبيعي لا يقبل ولا يقدر أن يقبل ما لروح الله. أوكي، هنحكي عليها أكتر، بس هقول حتة صغيرة ونختم الحتة دي ونصلي. فاكرين في حزقيال واحد، حد قرأ حزقيال واحد لما اتكلم عن العجلات اللي هي الروح إنها ملقانة عيون؟ فاكرين الحتة دي؟ الروح القدس مليانة عيون. في حواس طبيعية لحضرتك، اللي بيخليك شايف الترابيزة دي عند حضرتك عين، نشكر ربنا، اللي خليك تعرف ان في ترابيزة هناك بتلمسها، كل دي حواس طبيعية. زي ما عند جسدك حواس طبيعية، روحك عندها حواس روحية، فروحك عندها أعين، فالروح القدس اللي جواك بيشوف، ده الطبيعي بتاعه انه يشوف. لو اكتب الشاهد، لو انت حابب حزقيال واحد واقراه، هتجد ان الروح القدس ده مل اطر هذه العجلات، لان الروح القدس هنا على شكل عجلات او بكرات، حاجه بتتحرك، لانه دايما الروح القدس بياتي على شكل حاجه متحركه، نهر، نار، ريح، عجلات. وهذه العجلات الاطار بتاعها مليان عينين. تقول لي يعني ايه اشوف ما لا يرى؟ اقول لك ده الروح القدس طول الوقت جواك مليان عينين. انت حضرتك عندك عينتين، بس الروح القدس عنده عينين كتيره قوي.
فالشوفان ملكت، لو جاز تعبير ملكت، حواس انك ترى ما لا يرى بالفعل موجودة جواك. انا مجرد هفعلها معاك خلال المؤتمر ده في الكلام وفي الروح الموجود في هذا اللي بيطلق، وهتفهم ازاي بيطلق في المؤتمر ده، ان تتفعل عينين روحك. عشان كده مستنيرة عيون اذهانكم. تقولي ده اذهاننا مش ارواحنا، اقولك على فكرة كلمة اذهان دي في اليوناني بتحمل ابعاد اكتر من كده، لكن هي مستنيرة عيون أذهانكم اللي منوره بسبب الروح. إن فجأة تقوم العمي يبصرون، إن عينين روحك تقوم شايفة ما لا يرى، فتبقى شايف الترابيزة بس أنت في نفس الوقت شايف بعينين روحك ما لا يرى، مستنير عيون أذهانكم. بكرة هنحكي أكتر عن أذهانكم دي في اليوناني بتقول إيه. آخر حاجة، ثلاث أمور تعطينا صلاحية. آخر حاجة عشان بس نبقى وتبقوا عملته بحق المشوار. عبرانيين 10 أول نقطة، ثلاث أمور. نمرة واحد، لو تحب تكتب اكتب، آيات كلكم عارفينها فمش هنقضي فيها وقت طويل. إيه اللي بدينا الصلاحية يعني نعبر من الباب الطبيعي ونخش في عالم الروح؟ إيه اللي بدينا الصلاحية؟ عندنا صلاحية، في صلاحية. الصلاحية طبعا كلها في يسوع المسيح، ما فيش حاجة صلاحية بره يسوع المسيح، يسوع هو الباب. أوكي، بس إيه اللي بدينا الصلاحية أن نخش في عالم الروح بالثقة؟ كلكم عارفين عبرانيين 10، سوري عبرانيين 10 عدد 19، إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بإيه؟ بدم يسوع. هو الأقداس دي مش حاجة مش متشافة؟ إيه أخبار الأقداس؟ آخر مرة حد شاف الأقداس إمتى؟ في الطبيعي. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس دي في ما لا يرى. أنتوا هنا؟ كل حاجه في كتاب، كل حاجه قريتها في كتاب مقدس النهارده لا ترى، بس احنا الروحانه بتاعتنا بنقول كلام روحي، فلما تيجي فلسفه تقوم لطشانه يمين وشمال، لكن انت محتاج تدرك ان الطبيعي بتاعك كله هو في ما لا يرى. انت طول الوقت المفروض لو انت روحي في ما لا يرى، ولأنك مش بتدرك انك موجود في ما لا يرى وبتخرج للطبيعي، يجي حد في الطبيعي يقوم لطشك بفكرة، يقوم واخدك يمين واخدك شمال، برغم انك محتاج انك تدرك انا وانا بعمل كده انا في ما لا يرى وانا مثبت في ما لا يرى. ده لما هتقف معايا بعد ثواني وترفع ايدك للرب وترفع قلبك للرب، لك صلاحية للدخول، تعبر من الباب وتخش في هذا المكان اللي اسمه الأقداس. ده ما لا يرى. ايه اللي بديك الصلاحية؟ حاجة اسمها الدم يسوع. عبرانيين 12 من غير ما نروحتها بيقول لك كده، ده دم يتكلم افضل من دم هابيل. هذا الدم يتكلم افضل من كل شكايه، من كل لعنه، من كل موت. دم هابيل ثلاث حاجات، دم هابيل ثلاث حاجات، لو تحب تكتب اكتب، دم هابيل ثلاث حاجات، شكايه لعنه موت، شكايه لعنه موت. ده اللي حصل مع هابيل، شكايه لعنه موت. حد عنده مشاكل فيها شكايه؟ حد عنده مشاكل فيها لعنه؟ حد عنده مشاكل فيها موت؟ دم يسوع يتكلم افضل من دم هابيل. ودم يسوع ده بديك الصلاحية للدخول إلى ما لا يرى باطمئنان. كمل معايا. طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب. أي إيه؟ ما عرفش أنت ما الآيات دي، أنا ما عرفش أنت يمكن أحسن مني كتير، بس أنا الآيات دي قبل كده لما كنت بقراها زمان كنت بقراها الحتة دي مركبة وأقوم عديها ببساطة. وبيقول إيه؟ بيقول إن التجسد بتاع يسوع، يسوع جاء في الجسد مش كده؟ جسد يسوع على الصليب اتشق زي ما الحجاب اتشق من فوق إلى أسفل. فبيقولك على مستوى الروح جسد يسوع اتشق وعمل طريق بالجسد المشقوق، فليك صلاحية للدخول. نقطة نمرة اتنين، جسد مشقوق، جسد يسوع المكسور، جسد يسوع المشقوق، تجسد يسوع اللي زي الحجاب ما تشق من فوق إلى أسفل. هو اللي بيقول كده، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، ويقول لك إيه الحجاب ده؟ جسد يسوع. فليك الصلاحية للدخول بسبب أنك في جسد يسوع النهاردة، ونحن جسده. حد هنا في جسد يسوع؟ لأنك في جسد يسوع وجسد يسوع اتشق زي ما الحجاب اتشق، لك ثقة بالدخول. هو اللي بيقول كده، لنا ثقة بالدخول بدم يسوع وبطريق كرسه لنا أي بالحجاب أي جسده. فنقطة نمرة اتنين بتديك صلاحية الدخول إلى الأقداس اللي هو ما لا يرى النهاردة. نمرة واحد دم يسوع، نمرة اتنين جسد يسوع.
نمرة ثلاثة عبرانيين سبعة. ثلاث حاجات. عبرانيين سبعة. عبرانيين سبعة كلكم عارفين وسمعتوني بحكي عليه. ده ملكي صادق. يسوع ملكي صادق. عدد 17 يشهد لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. خليني أقرأ من 16 قد صار لنا ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول لأنه ده بيتكلم عن يسوع. ليس بحسب وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. فإنه يصير إبطال الوصية السابقة، الوصية اللي هو الكهنوت لاوي من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيء، لكن يصير إدخال رجاء أفضل به إيه؟ نقترب إلى الله. إذن لنا دخول نقترب إلى الله بإيه؟ بحاجة اسمها كهنوت ملكي صادق، لأن يسوع صار كاهنا إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. يعني إيه ملكي صادق؟ يعني اللي بلا أب بلا أم بلا نسب، لكن 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 موجود عن يمين الآب، اللي دخل كسابق لنا. عبرانيين ستة نختم بيها دي. عبرانيين ستة عدد 19 الذي هو لنا. خلي بالك انا ده في نقطه نمره 3 برضو، اللي هو ملكي صادق الذي هو لنا مرساه للنفس مؤتمنه وثابته تدخل الى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبه ملكي صادق رئيس كهنه الى الابد. نفسي اشرح لك الحته دي. دي حاجة ليها علاقة بالتاريخ أشرحها لك ونختم. أنا آسف أن طولت عليكم، بعتذر، بس برضو ده مؤتمر دراسي. زمان في التاريخ في المراكب لما كان يبقى فيه ضباب وشبورة ما كانوش بيعرفوا يرسوا على الشط. ليه؟ لأن كان بيبقى فيه حجارة ويبقى فيه ما كانش فيه مينا و ومرسى وشط وسفينة ترنيمة، ما كانش فيه الحاجات دي. فكانوا بيرسوا على الشاطئ ما عرفيش بقى فيه صخر ولا ما فيش صخر، فبيخافوا المكان السفينة تتكسر. فكان بينزل واحد من اللي البحارة ومعاه الحبل بتاع السفينة وينزل، لأن الدنيا بتبقى ده لما البحر بيبقى هايج، لما الدنيا بيبقى فيها ضباب وشبورة، وينزل ويخترق المية اللي هما مش شايفين ولا حاجة، يخترق لوحده لغاية لما يوصل للشط ويلاقي صخرة ويقوم لافف عليها الحبل بتاع السفينة ويبتدي يسحب السفينة، اللي هما بطلوا يجدفوا، هما عايزين يرسوا. يبتدي يسحب السفينة دي وهو شايف، لأن هو بقى موجود على الشط، لغاية لما تعشق السفينة في الرمل. بولس بيستخدم هذا المثال، بيقول لك يسوع نزل قبلينا ودخل إلى مداخل الحجاب اللي احنا مش شايفينه ما لا يرى، وعبر وهو مرسات النفس مؤتمن، يعني كأنه ربط الحبل حوالين وسطه زي ما كان بيعمل هذا الشخص عشان يعرف يعوم. كان بيربط الحبل حوالين وسطه ويعوم يعوم يعوم لغايه ما يوصل للشط. فبولس بيستعمل نفس التعبير، يقول لك يسوع ربط الحبل حوالين وسطه وقام دخل الى ما لا يرى واستقر عن يمين الاب وبيسحب المكن، بيسحب السفينه لغايه لما تستقر. فبقى لنا مرساه للنفس. المرساة دي موجودة فين؟ مداخل الحجاب في ما لا يرى مؤتمنة وثابتة. دخل يسوع كسابق لأجلنا وعمال بيسحب حضرتك وحضرتك في الحياة لغاية لما توصله. فأنت مؤتمن عليك ومرساتك مؤتمنة، مش مؤتمنة هنا، مؤتمنة في مداخل الحجاب. ليه؟ كل ده مربوط الذي حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. أوضح من كده ما فيه، صائرا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. فاهمين يعني إيه؟ مش فاهمين.
بسبب ملكي صادق انت ليك دخول، لان في حبل ما بينك وما بين ملكي صادق اللي موجود في مداخل الحجاب. في حبل ما بينك وما بين ملكي صادق اللي موجود مداخل الحجاب. البوابة اللي انت بتخش فيها الى ما لا يرى، في حد ورا في ما لا يرى ده، شايف الترابيزة؟ في حاجة انت مش موجودة، مش متشافة، انت موجودة في هذه القاعة، في وسط هذه القاعة بوابة. عارف ايه اللي موجود على الناحية التانية من البوابة دي اللي انت مش شايفه؟ ملكي صادق يسوع. وانت في حبل ما بينك وما بينه، فبتخش بدمه، بتخش بجسده، بتخش برتبته، على حساب دمه، على حساب جسده المشقوق زي الحجاب، وعلى حساب رتبته بتخش. لنا ثقة بالدخول الأقداس بدم يسوع. أمين. كل احنا عملناه النهاردة حاجة بسيطة قوي، ما لا يرى حقيقي، ما لا يرى حقيقي، وهو ده اللي بيقول انك انت مؤمن، انك موقن بما لا يرى. ما لا يرى ده معروض ليك انك تخش ليه، البوابة اسمها يسوع، لك ثقة بالدخول على حساب ثلاث حاجات: دمه، جسده، ورتبته. دمه، جسده، ورتبته. أمين.